في ليلة من الليالي الربيعية الجميلة، كان القمر يرسل أشعته الفضية إلى الأرض ليدفئها ويضيء سهولها الشاسعة، هضابها الفسيحة، جبالها الشاهقة، ويضفي السحر والفتنة على جداولها وسواقيها الرقراقة. وكانت الطفلة حسناء في تلك الليلة تنظر من شرفة غرفتها إلى القمر الضاحك، تفكر في هدية تقدمها لوالدتها في عيد الأم. بينما حسناء سابحة في تفكيرها، إذا بسؤال يطفر إلى ذهنها: لماذا لا أهدي لأم الحبيبة باقة من الورود والزهور العبقة بأريجها الزكي؟ لكن من أين سأقطفها؟ لم تمر إلا لحظة حتى تخلصت من هذا السؤال، إذ تذكرت أن في الجنينة القريبة من المنزل ورودا وزهورا بيضاء حمراء صفراء. انصرفت حسناء من المنزل تخطو بسرعة، والفرحة تغمر قلبها الصغير، إلى أن أشرفت على الجنينة. لكن يا لحظها التعس، لم تعثر حسناء ولو على زهرة أو وردة، لقد داستها الماشية عندما كانت ترعى الكلأ والحشائش الطرية دون أن ينتبه الراعي. جلست حسناء على ضفة الساقية تفكر حزينة، وما أن شاهدها القمر الجميل في هذه الحالة حتى نزل أكثر أكثر أكثر، ثم تقدم منها: مساء الخير عزيزتي. ردت التحية: مساء الخير قمري الجميل. سألها: ما بك يا حسناء؟ لا شيء لا شيء. سألها ثانية: ما لي أراك حزينة؟ ولماذا تنفردين بنفسك في هذه الجنينة؟ أجابته حسناء في أسى شديد: أعتذر يا سيدي القمر إن أزعجتك حالتي هذه. قاطعها القمر قائلا: لا داعي إلى الاعتذار يا ابنتي حسناء، منذ بداية الحياة على الأرض وأنا أنير هذا الكون الكبير الكبير الكبير، وأهدي البشرية في سفرها برا وبحرا وجوا، كما أن الكل يحبني ويطمح إلى النزول على سطحي، وكثيرا ما يشبه بي كل عزيز عليه. ألم يصفك أبوك أو أمك يوما ما بالقمر الصغير؟ ابتسمت حسناء قائلة: شكرا جزيلا يا سيدي القمر، لقد كنت أود أن أهدي لوالدتي في عيد الأم باقة من الورود والزهور، غير أن الماشية تسللت إلى الجنينة وداستها دون أن ينتبه الراعي. لم يستطع القمر الجميل أن يتحمل أو يتقبل هذا الخبر، فأجهش بالبكاء وسالت دموعه لآلئة تملأ يدي حسناء. إنها هدية القمر، إنها هدية القمر، قالت حسناء في نفسها، ونور الشمس يتسلل من نافذتها المفتوحة. ثم ما لبثت أن أحست بيد دافئة توقظها وبصوت حنون مألوف لديها. إنها يد أمها وهمسة أبيها. كفى يا حسناء نوما، انهضي من نعاسك لترين الهدية التي أحضرتها لك أمك بمناسبة عيد ميلادك. فتحت حسناء عينيها قائلة: صباح الخير يا والدي العزيزين، أنا أيضا أحضرت لآلئة من القمر هدية في عيد الأم. ابتسمت أمها قائلة: لا شك أنها هدية نفيسة، لكنها ليست إلا حلما،
أليس كذلك يا حسناء؟ أجابتها حسناء متسائلة: أجل، لكن كيف يمكنني تحقيق هذا الحلم؟ يمكنك أن تحققيه إذا ما عملت ليل نهار وبذلت جهدك كله في الدراسة. إن كل منا كان يفكر في الآخر، أنا أفكر في عيد ميلادك وأنت تفكرين في عيدي. شكرا، شكرا جزيلا يا قمر الصغير.